بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. طلبة أولى ثانوي، أهلا بكم. هنشرح لكم إن شاء الله منهج The Integrated Science، العلوم المتكاملة. إزاي الفيزيكس والكيمستري والبيولوجي والجيولوجيا مع بعض كده كوكتيل هيخدموني كطالب في فهم ظاهرة معينة أو فهم موضوع معين. مش هنضيع وقت، احنا النهاردة السيشن الأولى، عايز أقولك هنعمل فيها إيه. بسم الله، ده الانترو بتاع السيشن، لازم تسمعني للآخر، هو ماكسيموم 7 دقايق، لازم تسمعني للآخر عشان تعرف هنشتغل إزاي. أول فيديو ده اللي أنا بكلمك فيه دلوقتي، الحصة بتاعتك هتبدأ من الفيديو رقم 2. بدأ الفيديو رقم 2 يشرح لي، بدأنا في الفيرست اكسس منهج الترم الأولاني، بدأنا في شابتر 1 لسن 1. لسن 1 عنوانه The Chemical Reactions and Their Effect on Water Quality، إزاي المية بتتأثر بالكيميكالز اللي فيها، وهل الووتر بيتفاعل مع كل الحاجات دي ولا نسبة صغيرة ولا نسبة كتيرة. ده اللي هنقوله في أول فيديو، بس الأول بدي لك مقدمة as a geology، حاجة كده تدي على جيولوجيا. الووتر سايكل، أنواع السفيرز، الأغلفة المحيطة بالأرض، حاجة كده سهلة قوي. ها بس برضو أنا حبيت أقول لك اوعى تنط على الفيديو رقم 3 غير لما تذاكر كويس الفيديو رقم 2. بجزأ لك الحصة فيديوهات علشان ما تنقلش على فيديو غير لما تذاكر اللي قبله. قلت له يا مستر ما أنا سمعتك، أنا كده ذاكرت. لا يا حبيبي، هو انت لما بتجيلي السنتر بتسمعني صح؟ بتروح تحل على طول ولا بتذاكر الاول الاونلاين كده؟ والا هتلاقي عندك مشكله مع الاونلاين، تلاقي مستواك مش عاجبك، فانت بعد ما تسمعني انت كده جيت للسنتر. تروح البيت ازاي؟ تقفل المنصه بتاعتك وتمسك البي دي اف اهي، اكيد انت صورتها قبل ما تبدا الحصه، انت بتصور البي دي اف دي. احنا بننزلك البي دي اف كل اسبوع، اوكي؟ احنا ما عملناش ملازم، منهج لسه نازل، فهتلاقي كل اسبوع بينزل لك بي دي اف فيه الشرح، بي دي اف الهوم ورك، بي دي اف الحلول. اول حاجه تعملها قبل ما تسمعني تصور البي دي اف دي، لازم الورق يكون قدامك. اللهم بلغت. بعد ما تذاكر الفيديو رقم 2 خش على الفيديو رقم 3، بيتكلم على الكيميكال ستراكشر اوف ووتر موليكول H2O. برضو اوعى اوعى تنط على الفيديو رقم 4 غير لما تذاكر نمبر 3. ذاكرت نمبر 3 واستوعبت كل الكلام اللي فيه والبي دي اف قدامك من البي دي اف، خش على الفيديو الرابع. الفيديو الرابع بيشرح لك موضوع قد يكون جديد عليك شويه، اسمه هيدروليزس اوف سولتس. كلمه هيدروليزس حاجه اتحطت في الميه، فالحاجه اتشقت نصين والميه اتشقت نصين. بلاش نصعبها عليك، هيدروليزس تكسير، كومباوند زي سولت مثلا NaCl بحطه في الميه، فبتنفصل ال Na عن الCl، ده الهيدروليزس. اوعى تخش على الفيديو رقم 5 غير لما تذاكر من البي دي اف من الورق الفيديو رقم 4. خش على الفيديو رقم 5، وده اخر فيديو في الشرح بيشرح حاجه كده اسمها الاسيد بيز ايكوليبريم. بص على كلمه ايكوليبريم بعمل ايه، ايكوليبريم اتزان. هقول لك ان الحاجه النيوترال سولوشن النيوترال بيكون كونسنتريشن ال H بلس ايكوال كونسنتريشن ال H ماينس. اصل ال H بلس ده ايه؟ ده الاين بتاع الاسيدز. اي اسيد يعني H بلس زياده، اي بيز يعني او H ماينس زياده. فلو ال H بلس قد ال OH ده نيوترال، لو ال H بلس اكتر اسيدك، لو ال OH ماينس اكتر بيزك. ده اللي هنحكيه في الفيديو رقم 5، وده يعتبر اعلى نقطة في الدرس. اسمعني كويس مرة واثنين وعشرة وذاكره كويس. حلو؟ كده أنت ذاكرت السيشن. بتحل الهوم ورك من البي دي اف اللي أنت صورته. تصححه سؤال سؤال من المودل أنسر. حلو؟ وبعد ما تعمل كده ترجع لي تسمع الفيديو اللي أنا بشرح لك فيه جميع أسئلة الهوم ورك. الهوم ورك 49 سؤال، من السؤال رقم 1 للسؤال رقم 34 كل الناس تحله بتركيز.
من السؤال 35 للسؤال 49 حاجة advanced high level of thinking. تمام؟ الناس اللي ناوي على علمي اتعب شوية في الأسئلة دي. طب الناس اللي ناوي على أدبي الأسئلة دي حاجات كده advanced، بحاول أنا أعمل حسابي أحسن يفاجئنا بامتحان صعب ولا حاجة، فبحاول أضغط عليك في النقطة دي. فأنت ممكن الجزء ده تحديدا يلي داخل أدبي تحله مع الفيديو، يعني تبص على السؤال تفكر فيه 3 دقايق وتشوف مخك وصل ليه، وتفتح الفيديو تشوف أنا بشرحه إزاي. تمام؟ طبعا الأسئلة دي مجمعها منين؟ أسئلة التقييم اللي بتنزلها الوزارة، بعض المصادر، بعض الانترناشنال سكولز اللي بتدرس نفس المنهج سواء كان جوه مصر او بره مصر، بنك المعرفه. يعني 49 سؤال محطوطين بعنايه، مش مقلف انا حاجه فيهم ولا حاجه. طبعا احنا في انتظار اي اسئله تنزلها الوزاره. مش هنطول الكلام، ده كان الانترو بتاع السيشن. ليتس موف اون، حالا هنبدا شرح سيشن 1 ذا انتجريتد ساينس. بالتوفيق، السلام عليكم ورحمه الله.